تستمر التحقيقات في القضية التي شغلت الرأي العام التركي المعروفة بقضية عصابة حديثي الولادة، والتي كشفت عن تعريض حياة الرضعي لخطر الموت داخل المستشفيات الخاصة المتعاونة معهم، حيث أرسلت العصابة هؤلاء الرضع إلى وحدات العناية المركزة في مستشفيات خاصة ليتعرضوا للإهمال المتعمد بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، ما أدى إلى وفاة العديد منهم من دون تدخل طبي كاف. وتضمنت لائحة الاتهام تسجيلات صوتية صادمة لعضوين من العصابة، حيث ناقشا وفاة طفل سوري داخل أحد المستشفيات الخاصة. ووفقا للتحقيقات، استغلت العصابة نفوذها في المستشفيات لتحويل الأطفال الحديثي الولادة من المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات خاصة، حيث يتم إبقاؤهم في الحضانات لفترات طويلة بغرض الحصول على رسوم إضافية من التأمين. وأسفر هذا التلاعب عن وفاة 10 أطفال بينهم أطفال سوريون. ينضم إلينا الآن دكتور مهدي داود عبر سكايب، المنسق العام لطاولة الحلول من إسطنبول. مرحبا بك دكتور مهدي. وفق التحقيقات الأخيرة، فإن هناك إهمالا متعمدا تسبب بوفاة رضيع سوري على يد هذه ما تعرف بعصابة حديثي الولادة، ما ملابسات هذه الحادثة؟ يسعد مساكم. هلا يعني بصراحة ملابسات الحادثة هاي هي تم بكثير من المشافي الخاصة لعدمي الضمير. طبعا المشافي الخاصة بتهتم بالرضيع أو الطفل أول فترة شهر، لأنه الضمان الاجتماعي بيدفع الفترة هاي، بعدها لأنه ما عم يحصلوا على أي مردود فيتم يا الإهمال أو يتم استبزاز العائلة ماديا. لذلك العائلة هاي هي هدفها الأساسي جلب أكثر عدد ممكن من الأطفال، والنقطة الثانية وضعهم مدة شهر. خلال الشهر هذا لازم الطفل صحته جيدة أساساً، هو راح يطلع، وصحته الغير جيدة ما يعني ما بكملوا العلاج تبعه، حتى لأنه الضمان الاجتماعي أو السيجورتا ما بتدفع أكثر من الفترة هاي. فلذلك طبعاً هي هو طبعاً مو هي الفترة الشهر هي دقيقة، ولكن إنه قصدي كل مرض له فترة معينة، فبس تعدت الفترة المعينة اللي السيجورتا بدفعها يكون فيه اهتمام، بعدها يتم عدم الاهتمام بما أنه ما في حدا عم يدفع عن الطفل هذا. وكانوا يحولوا الأطفال لمستشفيات خاصة دون حاجة إلى حضانات؟ طبعاً يعني أي أمر بسيط يعني يتم من الوهلة الأولى أعطاء صبغة له أنه الطفل هو بحالة خطرة ولازم يتم تنهيمه، لأنه إذا ما قدموا الشماعة هاي فالعوائل أساساً اترك انه راح يروحوا يشتكوا، ما راح يسلموا الطفل، فبيعطوا من الوهله الاولى ان الطفل هذا حاجه الى اقل شيء مثلا اسبوع او اسبوعين، بعدين يتم تمديده، بعدين هو اساسا الطفل اللي بحالته جيده اساسا هو اساسا ما له بحاجه ل العنايه المشدده، فيتم اخراجه بعد استيفاء الدفع الكامل من السيجورتا. وفي حال شافوا انه العائله جاهزه بتدفع اكثر من الضمان الاجتماعي او السيجورتا او السيجيكا، فبتم ايضا استفزازهم بالطريقه هذه. وهي العصابه يعني هي اطباء وممرضين وموظفين، صحيح؟ طبعا هي شبكه كامله، سواء من تبدا من وقت الولاده من مكان الولاده لموضوع الإسعاف اللي تم نقله من الطفل من أي مشفى كان إلى المشافي اللي هن مهتمين فيها أو هن متعاقدين معهم. فلذلك يتم هذا عبارة عن سلسلة متكاملة، سواء من ممرضين أو إسعاف، وأيضا انتهاء بأطباء أو أطباء النيوتولوج، هم أطباء خاصين بحديثي الولادة لمتابعة أطباء حديثي الولادة. ما بنعرف أي مركز عناية مشددة لازم يكون فيه نيوتولوج، ف يعني هي عبارة عن شبكة كاملة من الأطباء وشبكة كاملة من الممرضين وشبكة كاملة أيضا من أعضاء الإسعاف. وكيف جرى يعني الكشف عن هذه العصابة؟
يعني بصراحة هو كانت الحادثة هاي ليس هي المرة الأولى اللي يتم فيها الكشف عن هذه العصابة أو العصابات المشابهة لها. طبعا في العناية الأطباء عفوا للناس الكبيرين بالعمر كما يتم استخدامهم بالطريقة هذه، ولكن هي المرة الأولى اللي تم إفشائها من الداخل. يعني السيد فرات أو الشخص فرات أو الدكتور فرات هو أساساً من حوالي 6 شهور عم يتابع، هو محبوس بالقضية، ولكن بعد خروج معلومات أو بعد إعطاء معلومات الواتساب أو المحادثة بين فرات وبين بعض الممرضين بعد إفشاء هذه المحادثة أصبحت رأي عام. ولكن هو الحادثة هي أساساً الشخص فراد من أكثر من 6 شهور ومسجون ومتابع القضية هاي بحكم اختلاس أموال غير شرعية من الحكومة التركية. هو طبيب وأحد يعني أعضاء هذه العصابة. نعم، هو أطباء وليس هم طبيب لحاله، لأن هو أساسا مركز العناية المشددة في أي مشفى بيكون مفتوح على أساس أقل شيء 3 أطباء أطفال وطبيب نيوتولوج أو اختصاص عناية مشددة ورضع. وهل جرى إلقاء القبض على جميع أفراد هذه العصابة؟ نعم، أفراد جميع العصابة وجميع الذين تعاملوا معهم، حتى في قسم منهم من أصحاب المشافي أيضا حاليا هم تحت التحقيق ومسجونين، حتى بعض رؤساء المشافي يعني الباش حكيم يحكوا في باش حكيم في كثير من المشافي هم أيضا مسجونين الآن. طب ما الذي يجب فعله كي لا تتكرر هذه الحادثة؟ وإذا يعني أردنا توجيه الحديث للسوريين تحديدا، ما الذي عليهم يعني أن يأخذوا الحذر منه؟ بصراحة يعني هم الأطفال، يعني هم أساسا هو الأطفال هذول أو الولادات لازم تكون في عن طريق مشافي يعني موثوقة، وأيضا عن طريق مشافي، مشافي الدولة هي أساسا هالحركات غير موجودة فيها لأنه ما في كسب ربح مادي منهم، فبتكون دائما بالمشافي الخاصة. فبتكون لو تكون الولادات عن طريق أطباء ثقة وعن طريق ناس ثقة، ممكن كمان يطلب في حال أنه يعني أي مشفى حس أنه في استفزاز يطلب أنه ينقلوا إلى مشفى الدولة، فهم مضطرين ينقلوا الطفل هذا إلى مشفى الدولة. شكرا لك دكتور مهدي داوود، المنسق العام لطاولة الحلول من إسطنبول.